من شكر النعمة احترام الطعام، توقير الطعام وعدم الإسراف في الأطعمة ونبذها، إذا أكل منها الشيء اليسير ينبذ الباقي في القمامات، ينبذ الباقي في القمامات، الموائد الكبيرة يؤكل منها الشيء اليسير والباقي يلقى في القمامات. هذا من كفر النعمة، نسأل الله العافية، من كفر النعمة التي يخشى علينا من عقوبتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، فليأخذها وليمط ما عليها من الأذى وليأكلها. اللقمة الواحدة، فكيف بالأطعمة الكثيرة والموائد العظيمة التي تهرق وتنثر في القمامات؟ ثم ليأكلها. ورأى صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق فأخذها بيده الشريفة وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الزكاة لأكلتها، لكن رفعها من الطريق ما تركها، ومنعه من أكلها أن تكون من الزكاة، لأن الله حرم على محمد وآل محمد الزكاة. هذا من تقدير النعمة وتوقير النعمة وعدم إهدارها. فليكن لنا بذلك عبرة وعظة يا عباد الله، ولنخشى أن يصيبنا ما أصاب من حولنا من التمزق والتفرق والفقر والفاقة وصعوبة العيش وصعوبة الحياة.